السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عرب. اليوم انا واحد من افضل المواقع المجانية لكسب عملة الروبل. كل هدول الاشخاص عم يسحبوا من الموقع خلال الدقائق والساعات الماضية. موقع مجاني 100% سهل وبسيط، رح نشرحه في هذا الفيديو ونسحب منه على البير. طيب بسم الله نبدأ. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على اللينك تسجيل، رح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا مباشرة ما بستخدم اي روابط مختصرة، اللينك بهذا كان المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشرة، يعني ضغطين اخي الكريم بتفتح معنا الصفحة. نحن ننشئ حساب جديد بين الموقع ببياناتنا، بنحط هون أصدقائي طبعا اسم المستخدم، وبنحط هون الإيميل الخاص فينا، بعدين بنروح لكلمة ريجستر بنضغط عليها. طبعا الموقع رح بعتنا رسالة على بريدنا الإلكتروني فيها كلمة المرور. بنشئ الموقع افتراضي وبيشتغل معنا بدون أي مشاكل، بعدين بنروح على كلمة انترنس أو تسجيل الدخول، بنعبي بياناتنا وبنسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي هي واجهة الموقع. من الداخل نحن بنجمع عملة الروبل من طرق الربح المجاني وبنسحب، والحد الادنى للسحب حاليا كتير بسيط، 1 روبل فقط لا غير. انا منين بدي بلش جمع؟ عندي مجموعة مميزة من طرق الربح. عندنا هون سيرفينج او مشاهدة الاعلانات، عندنا مجموعة من الاعلانات يوميا، بس بضغط على الاعلان وبروح على ستارت واتشينج، بشاهد الاعلان المدة المحددة وبضغط طبعا بعد على هاي الكلمة كسبنا. شايف من أصدقائي قيمة هذا الإعلان، فيني تابع كل الإعلانات أكسب منها. في عنا هون تاسك أو مهمات، موقع مميز فيه أكثر من 70 مهمة مع إنه موقع جديد. فيني نشوف هاي المهمات، أغلبيتها تسجيل بمواقع أو اشتراك عند أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص فيهم. كل ما علي إني أضغط على المهمة أنفذها بالشكل الصحيح. أغلبية هاي المهمات بسيطة سهلة، ما بدها كثير شغل. أصدقائي الإثبات اللي بيطلبوا أدمن مهمة ممكن يكون سكرين شوت او طبعا اسم المستخدم الخاص فيك، شغلات بسيطه كطبعا انت اديت المطلوب منك، وبتنضاف قيمه المهمه طبعا خلال 24 ساعه برصيدك من الموقع. في عندنا كمان مشاهد فيديوهات، الموقع جديد ما في كتير طبعا فيديوهات. في عندنا كمان هون كويست، انت بعملك على الموقع طبعا بطبيعه الحال بتأدي مهمات، مثلا شحت 200 اعلان بتكسب قيمتهم، بيعطيك عليهم بونوز طبعا، واي مهمات كمان بتأديها نفس المبدأ. كمان اصدقائي الموقع في عروض من كلمة اوفر، في عنا مجموعة من الشركات مالتي باكس، سي بي اكس، سيرش، بيتس لاب، اكليكس وول، كمان مدعومين داخل هذا الموقع. احنا كل شيء بنجمعه بيظهر بخانة البالانس. بعد تأديت اي مهمة باسبوع او 7 ايام فيك تحولها بعدين من ويزدرو فاندز لرصيدك طبعا بالموقع، بتنحط بوضع التجميد او الفروزن 7 ايام. إذا عندك سي بي اكس سيرش طبعا متاحة في بلدك، رح تكسب مبالغ كتير منيحة طبعا من هذا الموقع. العروض الثلاثة التانية المدعومة داخل الموقع أقل قيمة بكتير من السي بي اكس ريسيرش. طيب كيف بدنا نسحب الموقع؟ بروح على البيرسونال اريا، بروح أصدقائي هون على كلمة سيتنج، أضيف صورة رمزية طبعا يفترض تكون عامل هذا الشيء، الموقع ما بده أي رقم هاتف، هذا كتير منيح. بروح على فاينانس، بطلب البين على ايميلي مشان طبعا احفظ محفظتي البير. طبعا انا طلبت البين، طبعا وصل البين على الايميل، باخد الكود طبعا نسخه وبرجع للموقع بحطه بحي الخاني، وهون بحط الاكونت ان او الخاص فيه داخل البير، طبعا الاكونت ان او اللي بيستقبل عليه روبل ودولار. ما عندك محفظة باير راح احط لك بصندوق الوصف رابط تسجيل مباشر، فورا بتنشئ حساب بيشتغل معك بكل دول العالم اخي الكريم. واذا ما لقيت بلدك حط اي بلد تاني. روح بعدين على كلمة سيف، هيك حفظ لي وسيلة السحب. برجع بضغط على كميات اللي معي بالروبل، معي 2 روبل، بختار من هون طبعا محفظة الباير، بيقول لي رح يوصل روبل و99 سنت. بروح على باي بعد ما اخذ الخط للاخير وبنتظر التحميل، طبعا دفع للموقع بشكل فوري. روح على الباير، بحدث صفحة الدفعات داخل الباير، هاي هي طبعا روبل و97 سنت، اخذ كمان الباير 2 سنت ضريبة نقل. هذا هو الموقع اسمه كاشوي، هاي هي المحفظة اللي ارسلت لي الدفعة، هذا هو التاريخ ترانسفير سكسس، تم طبعا الاستلام. طبعا اصدقائي موقع مميز من افضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب منها مجانا عملة الروبل. كمان راح احط لك بصندوق الوصف مجموعة من المواقع اهمها لوزينا وافيزو، ممكن تكسب منها عملة الروبل بشكل مجاني بطريقة مشابهة لهذا المبدأ. طبعا اصدقائي بدي اؤكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، بربح العملات الرقمية الباير، الفوشيت بي، باينانس وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.